إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال، رواه الطبراني وأصله في مسلم. وفي لفظ وذكر الله، اتقوا الله أيها الأحباب الكرام في دماء إخوانكم المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فهي عليكم حرام كحرمة هذا الشهر الكريم. أيها الأحباب الكرام، إن صلاة عيد الأضحى سنة مؤكدة أمر الله تعالى بها في قوله: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وأناط بها فلاح المؤمن في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظب عليها وأمر بها وأخرج لها النساء والصبيان، وكذلك أخرج لها النفساء والحيض، لكن يعتزلن الصلاة. وصلاة عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى ووحدة المسلمين. وتكون صلاة عيد الأضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ومن الأفضل أن تصلى الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم. قال جندب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الفطر والشمس قيد على قيد رمحين، ويصلي بين الأضحى والشمس على قيد رمحين، أورده الحافظ في التلخيص. أيها الأحباب الكرام، من الآداب الإسلامية في العيد: أولا الغسل والتطيب ولبس الجميل من ثياب، لقول أنس رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد، رواه الحاكم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة.